هنا تنخلطوها على هذا الشكل هذا، تنتناولوها ان شاء الله بالصحيحه والسلامه لنا ولكم بحول الله تعالى. مرحبا بكم معنا اليوم ان شاء الله، غادي نشاركوا معكم شوربه سريعه التحضير توجد في واحد الوقت وجيز، وبالنسبه على شلا حتى الموظفات وغادي يستافدوا كذلك من الفيتامينات اللي موجوده فيها وتنسيهم الاتعاب وتنشطهم كذلك هما وليداتهم. ما نساوش انه الحوت عنده واحد الفيتامينات كبيره وعاليه عاليه للدماغ القلب الجسد كامل. عندنا هنا 250 غرام ديال الفرخ، هنا كذلك بطاطا حلوه 5 حبات، جوج بصل، عندنا هنا واحد ربيطة ديال الكرافس او السيلانترو بالنسبه للناس اللي هنا في امريكا راه تيعرفوا الكرافس والسيلانترو في نفس الوقت. عندنا هنا معلقه ماشي بومبي كبيره ديال الخرقوم بلدي ديال الدار، اي حاجه تعرضها معكم فهي مطحونه في الدار. هنا الملح ديال البحر، لاحظوا كيفاش الحبات كبار، ما كاينش شي حاجه اللي غادي تدوز فيهم وهي رقيقه اطلاقا. هنا شعيرات ديال سيبسيه وقعقل، هنا ان شاء الله بسم الله على بركه الله غادي ناخذوا الكوكوت ديالنا عفوا وغادي نوضعوا فيها السيلانترو او الكرافس على هذا الشكل، على الفرخ، بطاطا حلوه، البصل، الخرقوم او الكركم، الملح، سيبسية قعقل. وهنا غادي نوضعوا السيترو ديال الماء على هاد العناصر اللي تكلمنا معكم كامل. فوالا كذلك زيت الزيتون واحد نص كاس عندها، عفوا مع الضو بزاف ما مبانش حتى زولت الضو، عاد بان 40 دقيقة هيا ديال الطهي ان شاء الله. وهنا من بعد ما السوب ديالنا طابق غادي نخليوها في المكان ديالها، وغادي ناخذو الهاند بلاندر وغادي نقومو بالطحن بلا ما نوصلو لا ماتيغ هادي للسطح ديال الكوكوت. نطحنو يلا الخضار بطريقة هي طبيعية وصحية. وهنا من بعد ما طابتنا لاسوب ديالنا او الشوربه البطاطا الحلوه والسمك، تنضيفوا لها واحد المعلقه ديال زريعه الكتان دائما، 4 معالق ديال الحبه السوداء، 4 معالق ديال الحب الرشاد، 4 معالق ديال الحلبه. وهنا هاد الاعشاب ديالنا اليوميه اللي هي تتحافظ على الميكانيزم ديال الجسم وتتنظم لنا الهرمونات ديالنا كامله. فهاد النصيحه لكل الاخوات والاخوان ان شاء الله صحيحة والسلامة، غادي إن شاء الله نضيفو بقية الكمية اللي ذكرت معكم. وهنا تنخلطوها على هاد الشكل هذا، تنتناولوها إن شاء الله بالصحيحة والسلامة لنا ولكم بحول الله تعالى. يمكن نرافقوها كذلك بتميرات أو كريمسات ولا أي حاجة ممكن، ولا حتى بلاش، لان هي راها بلان دو فيتامين. البطاطا الحلوه، البطاطا الحلوه راه شي حاجه غنيه غنيه بالفيتامينات، اللي مره ولو نوبه في الاسبوع نديروها ونبدلو شكيلات ديال لي سوب ديالنا، وعلاش لا، شهيه طيبه وفرجه ممتعه. الى اللقاء.